أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين بالالتحاق بكلية فاتل الفندقية، وذلك تمهيدا لتدشين الكلية الفندقية رسميا خلال أكتوبر المقبل، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والفندقة. وقد أوضحت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في بيان لها أن كلية فاتل الفندقية تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية الفرنسية في قطاع إدارة الضيافة، كونها تشتمل على 31 كلية حول العالم وتضم حوالي 7000 طالب و29 ألف خريج، والذين يعدون خير مثال على الدور الفعال لهذه الكلية ومدى نجاحها في تأهيل وإعداد الطلاب. وقد أكد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض على أن الهيئة تسعى للتركيز على تأهيل الكوادر الوطنية من خلال خلق الفرص الأكاديمية والمهنية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستثمر في القطاع السياحي أكرم مكناس. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية. وبداية أستاذ أكرم، هل لك أن تحدثنا عن إيجابيات إنشاء كلية فاتل الفرنسية للضيافة في البحرين؟ أهلا وسهلا بكم، شكرا على ضيافتكم. وصراحة لما وصلنا الخبر هذا كان أجمل خبر سمعته من مدة طويلة، لأنه وأنا أفضل أن يكون في عنا مدرسة تعليم وتثقيف القطاع السياحي في خدمة السواح وخدمة الفنادق وإدارة الفنادق وإدارة المرافق السياحية على أن نبني فنادق. يعني هذه الأساس. صحيح. شو بينفعنا إذا عندنا سيارة مهمة جدا وعندنا سائق لها؟ فنحن اليوم أنا هذا الخبر أسعدني وأشرفني، وحقيقة أنا بتشكر أولا هيئة السياحة والمعارض على نفكر بالتفكير الجيد هذا، أنه كان من زمان نفكر فيه. نعم أستاذ أكرم، كيف يمكن لهيئة السياحة والمعارض أن تنجح في استقطاب المزيد من الكوادر البحرينية للعمل في قطاع الضيافة، وما هي الحوافز المقترحة للشباب البحريني؟ يعني أنا بتصور أفضل شيء أن نضم هالشباب هذه اللي ما عندهم فكرة عن العمل السياحي، تكون هو خدمة وبس، إنما الحياة كلها خدمة، وما في عيب أن نخدم بعض. الإنسان خلق لحتى يخدم اخوه الانسان. نعم. فانا بتصور وانا بتكلم مع اخواني البحرينيين بقول لهم ليه ما بتشتغلوا في السياحه؟ بقول نحن بدنا نخدم، في ازمه من الخدمه، الطبيب يخدم، المهندس يخدم، كلنا نخدم في المجتمع هذا. فبالعكس انا بتصور انه لازم ان نعطيهم فرص للاشخاص اللي حابين يدرسوا، اذا ما مقتنعين انه يدخلوا يشتغلوا بهالاماكن كمشرفين، يتفرجوا كيف العمل، هو العمل السياحي، لانه عندهم فكره خطا عن العمل السياحي. نعم. وبعد ذلك وهذا بالمناسبه بيعني لنا شغلتين. اولا الانسان المواطن اللي بيخدم بالسياحه بيكون قناعته بالسياحه وقناعته بالناس افضل بكثير واكثر بكثير ما تكون اي انسان اجنبي. وثانيا الكلفه، نحن بننزل الكلفه، وبتعرفي انت الايام هذه كل الموضوع هو تنزيل الكلفة وإضافة الخدمات. نعم. فنكون عم نضيف خدمة ممتازة بكلفة أقل. نعم. تمنياتنا للقطاع السياحي في مملكة البحرين بالمزيد من النمو والازدهار. كان معنا المستثمر في القطاع السياحي أكرم مكناس، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تقدم مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم ليقفل عند مستوى 1353 نقطة بارتفاع نسبته 0.34%، وذلك عائد لارتفاع قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,953,000 سهم بقيمة
إجمالية قدرها 504,000 دينار تم تنفيذها من خلال 59 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 60.54% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى أغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8240 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.16%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4806 نقاط كما هو موضح على الشاشة، بانخفاض طفيف أيضا بلغت نسبته 0.11%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2977 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.13%. أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أنها أغلقت الموعد النهائي لتقديم اكتتاب إبداء الاهتمام واتفاقية عدم الإفصاح من قبل المستثمرين والمحللين والمشغلين العالميين المؤهلين لخصخصة شركة بورصة الكويت. وقالت في بيان صحفي إنها بدأت مرحلة جديدة من المزايدة في البورصة، وأن المرحلة الأولية شهدت اهتماما ملحوظا من قبل المشغلين العالميين والمستثمرين المحليين، حيث أصبح هؤلاء قادرين على تقييم الفرصة الاستثمارية للبورصة بشكل مفصل من خلال غرفة البيانات الافتراضية. وبحسب القانون يمكن للمستثمر الاستراتيجي الفائز في خصخصة البورصة أن يمتلك نسبة تصل إلى 40% ولا تقل عن 26%. كما أن حصة 50% ستذهب للمواطنين الكويتيين في اكتتاب عام، والمتبقي للجهات الحكومية الكويتية. تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية إصدار عدد من القرارات الخاصة بالتوطين، من بينها توطين الوظائف التنفيذية وإقرار تعديل نسبة التوطين في بعض قطاعات التجزئة 12 المعلن عنها إلى 70%، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين. وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بتوطين الوظائف التنفيذية، حيث ستقوم بالإعلان عن هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، لافتة إلى أن هناك لجنة للتوطين مكونة من وزارة العمل والتجارة والبلدية ومنشآت والغرف التجارية وجهات أخرى تعمل جميعها بشكل مستمر على تحديد القطاعات المستهدفة توطينها. وحول إمكانية معرفة المدة الزمنية المحددة للانتقال من نسبة توطين 70% إلى 100%، أوضحت المصادر أن الوزارة ستعمل على متابعة وضع التوطين لفترة زمنية لم تحدد بعد، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه المدة السنة أو السنتين. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. خسائر حادة وعنيفة تكبدتها العملات الرقمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي. أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية في غزة سماح مصر بشكل رسمي بدخول كميات من الغاز المنزلي إلى القطاع عبر معبر رفح البري، وتعد هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تورد فيها مصر الغاز المنزلي لقطاع غزة. وقال خليل شقفة مدير الهيئة للأناضول أنه تم السماح رسميا بدخول 250 طنا من الغاز إلى قطاع غزة، وذكر شقفة أن السماح بدخول تلك الكمية يأتي ضمن فترة تجريبية إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإدخال الغاز المصري إلى غزة بشكل يومي. وأشار إلى أن سعر كيلو الغاز المصري لن يشهد تغييراً مقارنة بسعر الغاز الإسرائيلي والبالغ 1.35 دولاراً. تعاني إيران من شح حاد في الدولار الأمريكي، ما دفع أسعار صرفه مقابل الريال الإيراني إلى الارتفاع بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية. وبالرغم من هذه الارتفاعات الكبيرة إلا أن ما ينتظر إيران بدءا من يوم غد الاثنين، وهو موعد تطبيق أول دفعة من العقوبات على إيران أسوأ من ذي قبل. والعقوبات التي ستطبق غدا ستشمل منع إيران من الحصول على الدولار، وبالتالي فإن طهران ستجد
صعوبة أكبر في توفير الدولار لتمويل احتياجاتها، ما يعني أن أسعار الصرف ستواجه نقصا حادا في توفير الدولار، مما سيدفع أسعاره لمواصلة الصعود. تعتزم الهند بدء تطبيق رفع التعريفات الجمركية على بعض السلع المستوردة في الولايات المتحدة الأمريكية في 18 من سبتمبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة من جانب نيو دلهي ردا على رفض واشنطن استثناءها من تعريفات جديدة فرضتها الولايات المتحدة. وقررت الهند في يونيو الماضي زيادة ضريبية للاستيراد ابتداء من 4 أغسطس على بعض المنتجات الأمريكية ومن بينها الجوز والتفاح، ثم أجلت بعد ذلك هذه الخطوة، ووصل حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى 115 مليار دولار في عام 2016، إلا أن إدارة ترامب تريد تقليص عجزها مع الهند والذي يبلغ 31 مليار دولار، وتحث نيو دلهي على تخفيف العوائق التجارية. دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسته المثيرة للجدل بفرض رسوم جمركية ضد الصين وبلدان أخرى، وقال إن هذه الإجراءات التجارية تؤتي ثمارها بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعا. واعتبر ترامب في تغريدة على موقع تويتر بأن الرسوم كان لها تأثير إيجابي على صناعة الفولاذ لدينا، مضيفا بأن المصانع تفتح في كل أنحاء الولايات المتحدة وعمال الصلب عادوا إلى العمل مجددا والأموال تتدفق إلى خزانة الدولة. كما قال ترامب في تغريدة أخرى إن زيادة الرسوم ستجعل من أمريكا بلداً أكثر ثراءً مما هو عليه اليوم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المخبولين فقط سوف يعارضون هذا، وموضحاً أن الأداء الاقتصادي للصين مقابلهم ضعيف للمرة الأولى. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تكبدت العملات الرقمية خسائر حادة وعنيفة بلغت خلال تعاملات الأسبوع الجاري نحو 31.1 مليار دولار بنسبة خسائر تقدر بنحو 10.43%، بعدما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية من 298.1 مليار دولار في تعاملات السبت الماضي إلى نحو 267 مليار دولار في تعاملات صباح أمس السبت. واستحوذت العملة الأكثر قوة وانتشاراً بيتكوين على أكثر من 40% من إجمالي الخسائر، بعدما فقدت نحو 12.5 مليار دولار من قيمتها خلال تعاملات الأسبوع. وهوت عملة بيتكوين بنسبة 8.96% بعدما تراجعت إلى مستوى 7476 دولاراً مقابل نحو 8212 دولاراً خاسرة 736 دولار، وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 8.86% فاقدة نحو 12.5 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 141 مليار دولار إلى مستوى 128.5 مليار دولار.